إذن مجموعة كبيرة من الأمهار بعمر سنة واحدة أعزائي الحضور بثالث أيام بطولة الإنتاج المحلي. شاهد ما شاء الله مجموعة من الإنتاج المحلي الرائع المميز، ونشاهد هذا التنافس الذي سوف يكون على أشدة بين تلك الأمهار الرائعة صغيرة السن بعمر سنة واحدة لكن كبيرة بأصالتها وأيضا بعنفوانها وشخصيتها وهويتها العربية. نتابع، الميدان يكاد أن يكون ممتلئا بهذه الفئة الرائعة والمميزة من خلال بطولة الإنتاج المحلي. النظرة الأولية من قبل لجنة التحكيم، التنافس سوف يكون كبير كيف لا، وأن المطلوب من هذا العدد الكبير 5 يتوجوا و3 يتأهلوا. 5 يتوجوا ومن 5 3 بتأهلوا البطولات يوم غد إن شاء الله. إذن يوم غد سوف نكون مع موعد كبير ورائع ومميز. تابعوا بطولة الإنتاج المحلي يوم غد، سوف يكون التنافس على أشدة لاختيار الأبطال والبطلات، اختيار الذهب والفضة والبرونز من هذه الكوكبة الجميلة من الإنتاج المحلي. شهدنا على مدى 3 أيام لغاية هذا اليوم، ونحن نشاهد ونسعد وكثير ما نطقنا علامة 20، وهذا دليل لما تأخذ 20 من 20 يعني المنتج هو في خير ولديه خيل جميلة وأيضا إنتاج رائع للمربي السعودي. Thank you.
إذن عملية الخروج لجميع الأمهار بعمر سنة واحدة الفئة السابعة من أرض ميدان أعزائي، وسوف نبدأ بعد لحظات بالمنافسات الرائعة والمميزة، ونبدأ نتعرف على كل مهر ماذا سوف يحصل عليه من علامات. سوف نتعرف هذا كله، القرار بيد لجنة التحكيم وليس بيدنا. نحن نشجع ونتمنى الخير للجميع، ولدينا حكام من معظم دول أوروبا مؤهلون لتحكيم الجواد العربي الأصيل. نستقبل أول الأمر بأرض الميدان. شاهدنا أول الأمهار من خلال الحركة، ونشاهد الآن من خلال المشي ذهابا وإيابا والنظر إلى القوائم، وسوف نتابع وإياكم باقي المواصفات. أرجو من الأخوة الواقفين أمام المنصة رجاء، يعني ما شاء الله عليكم، نجلس، خلي الجميع ينظر ويستمتع بالنظر إلى الجواد العربي الأصيل. الأخوة الكرام الواقفين أمام المنصة الرئيسية، أرجو منهم لو سمحتوا تفضلوا اجلسوا واستمتعوا معنا بهذه العروض الرائعة للجواد العربي الأصيل. بارك الله فيكم. Next call to go. المهر التالي لأرض الميدان. إذن راح أكون مع أولى العلامات لأول الأمهر رقم 275 براق صارم. براق صارم من الأب كنز البدار والأم الجوهرة والمالك سيد سلطان حامد مستور الحارثي مربط صارم. سكور كولت نمبر 275. تايب الهوية العربية 18.5 and 18.5. هذا النك، رأس والرقبة 18.5 18.5 18.5 and 19. بعد أن تبلان جسم خط الظهر 18 17.5 18 and 18. legs قوائم
15.5, 16, 15.5, and 15.5 movement al haraka, 18.5, 18.5, 18 and 18. Total score 88.63, 88.63, 88.63 ينهي هذا المهر ونستقبل المهر التالي. المهر التالي لأرض الميدان. Next call to go. إذن لدي نتائج المهر رقم 276 وهو منصف بين الأب برعود البدار والأم فينيس أم إي. الملك سيد عبد الله عبد العزيز بن محمود مربط عبد الله المحمود. سكور كود نمبر 276 تايب الهوية العربية 19 18.5 18.5 and 19. هذا النك على رأس الرقبة 19 19 18.5 and 19. بدأ أن تبلانش محط الظهر 18 17.5 18 and 18. legs القوائم 15.5 15 16 and 16. movement الحركة 19 18.5 19 and 18.5. total score 89.88 89.88. إذن 89.88 مجموع علامات المهر رقم 70 منصف. Next call to go. إذن نرحب بسعادة مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية سعادة عبد العزيز بن سعود. إذن سعادة الأستاذ عبد العزيز له منا كل التحية والتقدير. نرحب به أجمل ترحيب سعادة عبد العزيز بن سعود المقبل مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية. لهم منا كل التحية والتقدير على هذا المكان الجميل وموافقته على إقامة هذه البطولة. سعادة الأستاذ عبد العزيز بارك الله فيه. لدينا نتائج المهر رقم 277 الأغن وهو من الأب سليل الهواجر والأم حول الأصب. المالك سيد ناصر عايد ضيف الله الحارثي. والتايب الهوية العربية 18.5 18 18.5 and 18.5. هيدا نك على رأس الرقبة
يونان امس 18.5 18 ونص جميع الحكام بدا انت بلان جسم خط الظهر 18 17 17.5 and 17.5 ليك القوائم 15 15.5 15 and 15 موفمنت الحركه 17.5 18 17.5 and 18 توتال سكور 87.25 اذا 87.25 مجموع علامات المهر الاغن. تطين عن غلا التاريخ واهل الاولين تمرة من نجد وفنجال قهوة ومع دخون العود ياخذنا الحنين ياخذنا الحنين انتظار علامات المهر رقم 78 هو الرغوان من الأب أكسنت ومن الأم دينا المعود المالك سيد متعب بن منير بن عبد الهادي العباد القحطاني مربط رغوان للخيل العربية الأصيلة سكور كود نمبر 278 تايب الهوية العربية 19.5 18.5 19 and 19.5 هذا النك على الرقبة 19.5 19 19.5 and 19.5 بدأت أبلان جسم خط الظهر 18.5 17.5 18 and 18 legs القوائم 15 15.5 15.5 and 15.5 movement الحركة 18.5 17.5 17 and 18.5 total score 89.75 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
جوال رغوان. نتابع هذا المهر الآن في أرض الميدان. سوري تو ديسك واليفاي كود نمبر 280 ناسب استبعاد المهر رقم 280 لأنه يعاني من العرج. المهر التالي لأرض ميدان next call to go. جينا
مكملة من شواطئ يوم لأنوار العلا. كل خير كان من أرضك كريم، وكان بير الخير راعي الأولى، راعي الأولى، راعي الأولى. وعاشقينك بالرياض اللي لنا الحضن الكبير، وعاشقينك جسر شرق دي. نتائج المهر رقم 279 أبها جاء الفنار، وهو من الأب نبيل فرزان والأم سكر الغراء المالكة سيد مبارك بن محمد بن مبارك الفرج مربط الفنار. سكور كول نمبر 279 تايب الهوية العربية 1918.5 1918. هيدا نك الرأس والرقبة 19, 18.5, 18.5, and 18.5. Next call to go. إذن سوف نذهب إلى علامات المهر رقم 281 أول الأول من أب إي أرجن الماروتين والأم نادرين الصمع أم المالك وسيد عبد الله سعيد عبد الله التويجري مربط الأول للخيل العربية الأصيلة. سكور كول نمبر 281 تايب الهوية العربية 18.5 18.5 19 19. Head that neck, aras wal rakaba 19, 18.5, 19 at 19. Body on top line, jasma khat al dhahar 18, 17.5, 17.5 and 18. Legs, al-qawayim Unanimous 15, 15. Jamil hukam, movement, al-haraka 18.5, 17.5, 18.5 and 18. Total score 88.50 88.50. مجموع علامات المهر رقم 281 أول الأول. Next call to go. يا بشاير خير وعلومك علوم. يا محمد
إذا نأسف استبعاد المهر رقم 282 لأنه كان يعالي من العرض. سوري تو ديسكواليفايد كود نمبر 282 كود واتلين. نزلنا مع هذا المهر أعزائي في أرض الميدان ونحن مع ثالث أيام بطولة الإنتاج المحلي الجميلة التي تقام في هذا المكان الرائع في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. كل الشكر والتقدير لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية على احتضانه هذه البطولة الرائعة، والشكر الموصول لسعادة الأستاذ عبد العزيز سعود المقبل مدير عام مركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة. Next call to go. ننتظر علامات المهر رقم 283 مرجان الوشم، مرجان الوشم ومن الأب مرجان الزبير والأم آلي شيبة. أما المالك فهو سيد عادل بن زيك بن عبد الله القطامي مربط العدل للخيول العربية الأصيلة. سكور كود نمبر 283 مور تايب لوي العربية 18.5 18 18.5 and 18.5. هذا نك على صور رقبة 19 18.5 19 and 18.5. بعد أن تبلان جسم مغطى الظهر 17.5 17.5 17.5 and 17.5. لكت القوائم 15 15.5 15.5 and 14.5. movement الحركة 17 17.5 17.5 and 17.5. total score 87.13 87.13. 87.13 مجموع علامات المهر رقم 283 مرجان الوشم.
إذا نعود إلى العلامات، والعلامات تعود للمهر رقم 284 أن بباهر، أن بباهر من الأب سنجار غرناطة والأم الريام روبية، أما الملك وسيد حسين بن علي بن عبد الكريم الربح. سكور of course number 284 أن بباهر for type بالهوية العربية 18.5 19 19 and 19 head and neck رأس الرقبة 18.5 18.5 19 and 18.5 بعدين تبلانج اسمها تظهر 17.5 3 times 1 time 18 legs قوائم 15 15 14.5 and 15.5 movement الحركة 19 19.5 19.5 and 19 total score 89.38 89.38 مجموع علامات أن بباهر. Next call to go. نتعرف إلى علامات المهر رقم 285 عاصف فرزان. عاصف فرزان من ألكسندر والأم اتش دي سي بيانيلا. المالك السيد عبد العزيز مبارك فرج آل فرج مربط فرزان للخيل العربية الأصيلة. سكور of course number 2 missing. Okay, we have missing score. نتأكد في ورقة لما يكتب عليها الحكم لهذا المهر نتأكد منها ونعود ونعلن النتيجة. أستاذ وليد في علامة مش مكتوبة لو سمحت بسينج سكور. إذا نكمل علامات المهر رقم 285 عاصف فرزان سكور في كول نمبر 285 تايب الهوية العربية يونانيمس 19 19 جميع الحكام هيد اند نيك الرأس والرقبة 18.5 19 18.5 and 19 بادي انت بلان جسم وخط الظهر 18 18 17.5 and 18 ليجز القوائم 15 15 15.5 and 15.5 موفمنت الحركة 19 19 19 and 18.5 total score 89.75 إذن 89.75 مجموع علامات عاصف فرزان.
بانتظار علامات المهر رقم 286 صبر الار، وهو من الاب التيلو ومن الام سمر ابو نصيه، المالك الاستاذ نواف فهد فرج المرواني الجهني، مربط لونير. سكور كول نمبر 286 تايب الهويه العربيه 19 19 19.5 19، هذا نيك راس ورقبه يونانيمس 19.5 19 ونص من جميع الحكام. بعد ان تبلان جسم وخط الظهر 17.5 17.5 18 18، ليجز قوائم 14.5 14.5 14.5 and 15.5، موفمنت الحركه 19 19 18.5 and 18.5، توتال سكور 89.88 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
ننتظر علامات المهر رقم 287 باذق رحبه. باذق رحبه هو من الاب مهاجر المعود والام باهيه جيم، اما المالك والسيد احمد بن عبد الرحيم بن صالح شريف. إذن أعزائي، لدي الآن علامات المهر رقم 287 وهو باذق رحبة أور تايب الهوية العربية 19.5 19.5 19 at 19.5. ما شاء الله، هيد النك الرأس والرقبة 19.5 19 19 at 19.5. بدأ التوب لاين جسم خط الظهر 18 18 18 and 18.5. legs القوائم 15 15.5 15 and 15.5. movement الحركة 17.5 18.5 18.5 and 18. total score 90.13 90.13. جمعها المهر رقم 287 باذق رحبة. إذن أعزائي الحضور في هذه الأجواء الجميلة في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، نتابع معكم هذه البطولة الرائعة، بطولة الإنتاج المحلي، وننتظر علامات المهر رقم 289.
في سكور كود نمبر 289 لدان ام جي لدان ام جي من الاب اصبح والام دي هيلا المالك مربط المجد الخيل العربي الاصيله اور تايب هوية العربية 19 18.5 at 19 الرأس والرقبة 19 18.5 at 19 body and جسم خط الظهر 18 18 18 14.5 legs قوائم 15.5 15 15.5 and 14.5 movement الحركة 18.5 18.5 19 at 18 total score 88.25 88.25 88.25 مجموع علامات لدان ام جي. إذن اللجنة المنظمة للبطولة تقدم الشكر والعرفان لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة لاستضافتها وموافقتها ودعمها بكوادرها لهذه البطولة الرائعة، وكل الشكر لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ممثلة بالرائع المميز سعادة الأستاذ عبد العزيز سعود المقبل على نشاطه وعلى دعمه دوما للخيل العربية الأصيلة. كل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ عبد العزيز المقبل المدير العام لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية، وجزاكم الله كل خير. نتابع وإياكم أعزائي نتائج المهر رقم 290 وهو نبراس أس آر من الأب إياس حرير والأم عليا فالنتينا والمالك والسيد علي صالح هادي المنصور مربط الصقر. Okay. Score of code number 290 for type الهوية العربية 19 18.5 at 19 head and neck الرأس والرقبة 19 18.5 18.5 at 19 body and top line جسم وخط الظهر 17.5 17.5 17.5 and 18 legs القوائم 15.5 unanimous 15.5 15.5 جميع الحكام movement الحركة 18.5 19 19 and 18.5 total score 89.50. إذن 89.50 جمعها نبراس أس آر 89.50 نبراس أس آر وملك السيد علي صالح هادي المنصور مربط الصقر جمع 89.50. ونستقبل المهر التالي في أرض الميدان next call to go أن نأسف الاستبعاد هذا المهر ونستقبل المهر التالي sorry to disqualify this call and we receive another call next call to go.
لأن استبعد المهر رقم 294 لأنه يعاني من العرج. ونستقبل المهر التالي في أرض الميدان. أرجو سرعة إحضار المهر التالي إلى أرض الميدان. Next call to go. Score of court number 292. عود من الأب سلمان الوصيل ومن الأم أرضي شمارة. المالك السيد بدر محمد عبد الرحمن المسلم مربط المسلمية للخيل العربية. Four type الهوية العربية. 19, 19.5, 18 and 18.5. Head and neck رأس الرقبة. 18.5, 19, 18.5 and 18.5. Body on top line أجهزة مخط الظهر. 17.5, 17.5, 17.5 and 17. Legs, قوائم, 15, 15.5, 15 and 15. Movement, الحركة, 18.5, 19, 18.5 and 18.5. Total core, 88.50, 88.50. مجموع علامات المهر رقم 292 عود. Okay, next call to go. المهر التالي إلى أرض الميدان. يلو كات اور هاندر نمبر 292 كرت اصفر للعارض رقم 292 العارض عزام القاسم منح كرت اصفر من مسؤول ميدان.
ينتظر علامات المهر رقم 293 وهو زايد آل زايد آل زايد آل زايد من الأب بديع الهواجر والأم أس أس دانا. أما المالك فهو السيد سعد بن سعيد بن زايد آل عايض. سكور كود نمبر 293 زايد آل زايد اور تايب الهوية العربية 19.5 ما شاء الله هيد اد نك الرأس والرقبة 19.5 ما شاء الله بعد عن توب لاين جسم خط الظهر يونانيمس 17.5 17.5 جميع الحكام ليجز القوائم 15 15.5 15.5 and 14.5 موفمنت الحركة 19.5 19.5 19 at 19 توتال سكور 90.63 إذن 90.63 مجموع علامات المهر رقم 293 زايد آل زايد. زايد زايد آل زايد هو المتصدر لغاية الآن. زايد آل زايد هو المتصدر لغاية الآن بهذا الرصيد 90.63 من العلامات. إذن لدينا علامات المهر رقم 295 وهو أس أن منصور من الأب عين جيم عزيز والأم حنان السلمانية. المالك سيد فهد إبراهيم عبد الواحد التميمي مربط الأدهم للخيل العربية الأصيلة فور تايب الهوية العربية 18.5 18 18.5 and 18 هيد أند نيك الرأس والرقبة 18 17.5 18.5 and 18 بدان تبلان جسم خط الظهر 18 17.5 3 times legs القوائم 15.5 14.5 15 and 15.5 movement الحركة 18 18.5 18.5 and 18 total score 87.25 87.25 87.25 مجموع علامات المهر رقم 295 أسأل منصور. إذن زايد الزايد هو المتصدر لغاية الآن برصيد 90.63 من العلامات.
إذن ننتظر علامات المهر رقم 296 هلال العناية، هلال العناية من الأب سلطان العناية ومن الأم بي بي جهارد الثاني. أما المالك هو سيد طارق بن محمد بن عناية الله عناية مربط عناية سكور كولد نمبر 296 تايب الهوية العربية يونانيمس 19 19 جميع الحكام هيد أد نك رأس الرقبة 19.5 19.5 19 at 19.5 بدأ انت بلانج جسم خط الظهر 17.5 3 times 1 time 18 legs القوائم 15 15 15 and 15 movement الحركة 19 19 19.5 and 19.5 total score 90 point. إذا 90 علامة جمعها المهر هلال العناية. This program is offered by إذا بعد هذه الفئة الماراثونية كان هذا آخر الأمهر. Thank you judges, thank you DC and thank you ring master. شكرا لسادة الحكام وشكرا لجهة الانضباط وشكرا مسؤول ميدان الأستاذ وليد الحدادي. لحظات ونكون مع آخر النتائج هي رقم 297 كلوا معنا وهو المهر السلطان آر جي من الأب إي كي أس أليهاندرو والأم أوليا دراكي إي. المالك سيد حمد بن حمد للشمان الراجحي مربط الراجحية. نتائج آخر الأمهر رقم 297 وهو السلطان آر جي. السلطان آر جي من الأب إي كاس أليهاندرو ومن الأم أوليا تركي إي. وهذا المهر مهر السيد حمد بن محمد بن سليمان الراجحي مربط الراجحية طيب الهوية العربية 19.5 19.5 19 at 19.5. ما شاء الله يخرج قوة هذا المهر الرأس والرقبة 19.5 19 19 at 19 body and top line and just about the الظهر 18 18.5 18 and 18 legs قوائم 15.5 14.5 15 and 16 movement الحركة 18.5 19.5 19 at 19 total score 90.88 90.88. ما شاء الله يا المهر الذي أعلنت الآن وأعتقد أعلى العلامات. إذن آخر من اشترك بهذه الفئة الماراثونية وسوف يكون أول من يتوج. أذكر هذه الفئة برعاية مربط رميح. كل التحية والتقدير لمربط رميح يتفضل تتويج الفائزين في هذه الفئة. فيرست بليس المركز الأول نمبر 297 السلطان آر جي ألف مبروك المركز الأول. مبروك لسيد حمد بن محمد بن سليمان الراجحي مربط الراجحية. سكند بليس المركز الثاني نمبر 293 رقم 293 زايد آل زايد. ونبارك لمالك سيد سعد بن سعيد بن زايد آل عايض. ثيرد بليس المركز الثالث كود نمبر 287 المهر رقم 287. نبارك لمالك هذا المهر رقم 287 وهو
باذق مرحبا مبروك لمالكه السيد أحمد بن عبد الرحيم بن صالح شريف. فورث بليس مركز الرابع كود نمبر 296 رقم 296 رقم 296 هلال العناية. نبارك لمالكه سيد طارق بن محمد بن عناية العناية مربط عناية فيفث بليس المركز الخامس كود نمبر 286 المهر رقم 286 كان هو صاحب المركز الخامس سفر الآر. ونبارك لسيد نواف فهد فرج المرواني الجهني مربط لونير. ألف مبروك لجميع الفائزين وكل الشكر لراعي هذه الفئة مربط أو الرميح. نتفضل بتتويج الفائزين. اسألوا من عشرو أهله ومن زورو باختصار نعرفو ذا وطن قلبك بي مهما مر من جائحات أو ليال مظلمات عندنا تصفو الحياة والوطن قلبك بي الوطن قلبك بي الوطن قلبك بي الوطن قلبك بي إذن في فئة الأفراس فازت بفئة أجمل رأس للأفراس الفرس الرائعة عريب الثانية وهي ملك السيد عبد العزيز فارس عبد الرحمن السويلم. ألف مبروك لعريب الثانية أجمل رأس ومبروك لمالك السيد عبد العزيز فارس عبد الرحمن السويلم. ألف مبروك. مربط رميح يتفضل يتوج سمحت. مربط رميح راعي هذه الفئة يتفضل يتوج الفائزين. كل الشكر لمربط رميح لتتويج هذه الفئة.
في يوم عزك عشت بالخير المديم والسعودية نحن طول العمر حراسها سيدي سلمان عنهج الصراط المستقيم صنت عز المملكة ونالت معك نماسها يا وطن في يوم عزك عشت بالخير المديم والسعودية نحن طول العمر حراسها سيدي سلمان عنهج الصراط المستقيم صنت عز المملكة ونالت معك نماسها شوف شابك من عيون العش شالك يا زعيم ولك محبة جاوزت هالكون في مقياسها عيمينك واقف محمد كمل حر العديم حقق أحلام الشباب وبه زمان براسها شوف شابك أحلام الشباب وبه زمان براسها